اكثر المواطنين على المعيشه، تعاني من المعيشه. احنا شنو الفائده؟ حتى الناس منا الباس الصبح. انت اليوم كشخصك شو تعاني؟ اي عاني مشكلتي، حتى اعاني. ما مشكلتي انسان فقير تعبان، ما حد ينظر لنا، حتى لو انظروا لنا ما حد ينظر. هاي من سنه 2023 وحتى حاليا بنفسهم بس. يعني قد انتخبنا، قد جت حكومه، قد راحت رؤساء وزراء، ما قدموا ولا اخروا. احنا خلونا نقول على واعي النظام السابق، ليش؟ النظام السابق كان يفكر بالمواطن. انا احكيها علني. اي انا ما خايف، خايف حرام لا تصير مستطيل، ما حكي على الحكومه ولا قايم ام خوش. بقول يعني اريدهم يصيرون بوضع الاحسن، يعني حتى خلي الشعب ينتخبه، الشعب يحبه، يساعد المظلوم، يساعد الفقير. مو صح لو غلطان اني. اي زين، البطاله ايش نسبه البطاله اللي تشوفها هنا؟ البطاله نسبه 100%، وايه يعني البطاله اكثر. يعني حتى اكو نساء قامت تجي تستعطي وتعطي، تفتر على المحلات. يعني شنو هاي؟ صعبه، كلش صعبه. يعني مره تنزل بالشارع تستعطي، ليش ما يوصلون الحكومه فد مفاصل للمعيشه؟ يعني مثل ما صدام ما كثره بطاله. هم كان هذا اللي اسمه عسكري، هذا يتطوع، هذا يروح بالجيش، هذا يروح لاي جهه خاصه. هسه ماكو. زين، الله يحفظك، اشكركم عمو. صارت كل حطنا هذا. ترى شنو شبيك حجي؟ هاي امور، انا سكر عندي، مريض، ضغط، كل شيء مالي من الدوله. هاي سلامتهم، خلونا عايشين على الله وعلى المواطن. المواطن هم جزء يرحم بينا احسن من الحكومه. اي والله. وين ساكن حجي؟ وين ساكن؟ انا ساكن بغداد. ايش تشتغل؟ ما تشتغل شيء؟ اشتغل. عندي ميزان، هذا ميزان بعلاقه اشتغل به، اوزن. ايش اسوي العاد؟ ما اريد منهم شيء، اريد بس يمشون شرهم، لان يسوون حملات مو زينه على الوادم. حتى اللي حاط له ميزان يقول هذا متسول، خطا. يعني هذا وين يطير؟ خليه يضربوك، خليه يروح يتجه اي وسيله مال ضد. بس الانسان الشريف ما يبيع عرضه ولا يبيع وطنه. انا من واحد من الناس يكون العراق ويكون الدنيا كلها.